بيت برعب بخوف، اللي صار جديدة مفسخة بتخافي تعبري فيه. أنا ما بعبروش، كل صحفي وكل مهندس أي واحد بعبر عبيتي بقول لي ممنوع تعبري، ممنوع تنامي فيه ليلة ساعة، بخوف. حديد كله كمان جابوا لنا حديد ولبسوه حديد عشان ما ينزلش. البيت البيتي مايل مايل هيك، باقي المية تيجي هيك صارت تروح هيك. البيت البلاط البلاط اتمزع والبيت مايل، يعني خطر كبير. وما إلنا إلا الله وحسبي الله ونعم الوكيل على البلدية اللي أجت خربت لنا بيوتنا وحوشنا ومنعتنا الأقصى وحرمتنا من الأقصى. بناء على الفحص اللي أرسلوا واحد شاب مهندس عربي للمباني الخطرة متخصص والزلازل، سوى الفحوصات أعطاهم تقرير إنه هذا الحوش والمباني أصبحت خطرة جدا، ممنوع يكون حدا فيها، ويجب على بلدية القدس قيام بمسؤوليتها من ناحية الحوش. طبعا بلدية القدس قامت بتدعيم بسيط جدا من دوامر وحديد للحوش والمباني، طبعا هذا الشيء لا يكفي على الإطلاق، وهذا بناء على كلام حتى الاستشاري اللي جابوه المهندس إنه هذا شيء مؤقت. أصحاب بيوت وسكان أصابهم خلال هذه الفترة أحداث كثيرة، من أمراض، من حالات نفسية، من أزمة مالية بسبب السكن الخارجي وأجارات السكن الخارجي، صار توترات كثيرة. وفوق ذلك بلدية القدس رفعت علينا قضية قبل كم شهر، وكانت قبل شهرين إن أول مرحلة لإخواني ثلاثة محكمة تأمرهم محامي البلدية والمحكمة والمدعي العام تبع الدولة إنه عليكم إصلاح البيت بيوتكم والحوش وإلا إغلاقه بالشمع الأحمر. البيت هذا معنا حوالي 90 سنة، احنا انولدنا فيه أنا وإخوة 12 واحد وكنا عايشين في البيت هذا. البيت هذا حاولنا نصلح فيه اللي يكون دائما قريب على الحرم ومعنا، وحفظنا على البيت هذا. في قبل 3 سنين صار البيت فيه وجاجات، صار فيه ردم، صار أي أشياء كتير، يعني الكهرباء انقطعت، المي انقطعت، أشياء زي هذه من بسبب الحفريات اللي في البلد القديمة. ولسه ما زالت البلدية بتاخد منا الأردونة وبتاخد منا وبدون خدمات. احنا مش ضد البلدية ولا ضد جيحون، احنا بدنا يصلحونا، خربونا يصلحونا. ومش بس انا لحالي، انا بحكي باسمي وباسم الحوش كله، احنا حوالي 18 عائلة 124 نفر، هدول كلهم خطيتهم برقبة البلدية والجيحون، واحنا بنحاول وكلهم وهدول كلهم جماعة غير مقتدرين انه يصلحوا. بس احنا مش رايحين نيأس ومش رايحين نترك البلد ومش رايحين لو البيوت بتنهد علينا. احنا مواطنين في القدس ورايحين نفضل مواطنين في القدس، ومش رايحين نغير ولا نبدل في عقدتنا لو بنقعد تحت الهدى. صلحنا الحوش، قدرنا نصلحه بنصلحه، ما اجوا يساعدونا اهلا وسهلا، ما اجوش يساعدونا احنا بدنا نقعد في البيوت وخليها تنهد علينا.